السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي الكرام، متابعي قناة من الآخر الخلاصة. ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتازة، ترتيب الهدافين وترتيب صناع الأهداف، كذلك نتائج مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباريات اليوم الأحد 18/10/2020. طبعا الجولة الخامسة بدأت السبت 17/10/2020، ليفربول تعادل أمام إيفرتون في مباراة قوية جدا زي ما قلنا امبارح 2-2. تشيلسي تعادل امام ساوثهامبتون 3-3 في مباراه قويه جدا. مانشستر سيتي فاز على ارسنال 1-0، مباراه برضه كانت قويه جدا. ومانشستر يونايتد فاز على نيوكاسل يونايتد 4-1. اليوم الاحد 18/10/2020، فولهام تعادل امام شيفيلد يونايتد 1-1، كريستال بالاس تعادل امام برايتون 1-1، توتنهام تعادل امام ويست هام يونايتد 3-3. احرز هدف توتنهام سون هيونغ من في الدقيقه الاولى، وهاري كين في الدقيقه الثامنه والدقيقه 16. واهداف ويست هام يونايتد، الهدف الاول احرزه بالبوينا في الدقيقه 82، وسانشيز احرز هدف في مرماه بيلعب لتوتنهام، احرز هدف في مرماه في الدقيقه 85، والهدف الثالث احرزه مانويل لانزيني في الدقيقه 94. واستون فيلا استطاع الفوز على ليستر سيتي، واضح ان استون فيلا قوي جدا السنه دي. استون فيلا فاز على ليستر سيتي 1-0، احرز هدف روس باركلي في الدقيقه 91. الواد ده على فكره هيبقى برنس مع استون فيلا. متابعينا الكرام، كان في غدا ان شاء الله عندنا مباراتين في نهايه او في ختام الجوله الخامسه من الدوري الانجليزي الممتاز. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الانجليزي ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. في صداره ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، المركز الاول ايفرتون بعد طبعا نهايه او مش نهايه بقى، لسه فاضل مباراتين زي ما قلنا. ايفرتون في المركز الاول ب 13 نقطه، استون فيلا في المركز الثاني ب 12 نقطه، ليفربول في المركز الثالث ب 10 نقاط، ليستر سيتي في المركز الرابع بتسع نقاط، ارسنال في المركز الخامس بتسع نقاط، توتنهام في المركز السادس بثمان نقاط، تشيلسي في المركز السابع بثمان نقاط، ويست هام يونايتد في المركز الثامن بسبع نقاط، ليدز يونايتد في المركز التاسع بسبع نقاط، مانشستر سيتي في المركز العاشر بسبع نقاط، ساوثهامبتون في المركز الحادي عشر بسبع نقاط، نيوكاسل في المركز الثاني عشر بسبع نقاط، كريستال بالاس في المركز الثالث عشر بسبع نقاط، مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر بست نقاط، وولفرهامبتون في المركز الخامس عشر بست نقاط، برايتون في المركز السادس عشر بأربع نقاط، شيفيلد يونايتد في المركز السابع عشر بنقطة، ويست بروميتش ألبيون في المركز الثامن عشر بنقطة، وعندنا فولهام في المركز التاسع عشر بنقطة، وبرنلي في المركز العشرين والأخير بدون نقاط. أما بالنسبة لترتيب الهدافين، في صدارة الهدافين بعد مباريات اليوم الأحد 18/10/2020، في المركز الأول كالفرت لاعب إيفرتون بسبعة أهداف يتساوى معه سون هيونغ من لاعب توتنهام بسبعة أهداف أيضا. في المركز الثاني محمد صلاح لاعب ليفربول بستة أهداف. في المركز الثالث هاري كين لاعب توتنهام بخمسة أهداف، وجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي. المركز الرابع ويلسون لاعب نيوكاسل بأربع أهداف، وداني أنغز لاعب ساوثهامبتون، ونيال موبي لاعب برايتون، وساديو ماني لاعب ليفربول، وولفرد زاها لاعب كريستال بالاس. وفي المركز الخامس ألكسندر لاكازيتي لاعب أرسنال بثلاثة أهداف، وبرونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، و جارود بوين لاعب ويست هام، وجورجينهو لاعب تشيلسي، وجاك غريليش لاعب استون فيلا، وجيمس رودريغيز لاعب ايفرتون، واولي واتكنز لاعب استون فيلا، وباتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد. في المركز السادس مايكل كين لاعب ايفرتون بهدفين، وروس باركلي لاعب استون فيلا. متابعينا الكرام، بالنسبه لترتيب صناعه الاهداف، في المركز الاول عندنا في صناعه الاهداف هاري كين لاعب توتنهام صنع سبعه اهداف حتى الان. المركز الثاني في صناعه الاهداف جون ماكاجين لاعب استون فيلا صنع اربع اهداف، وفي المركز الثالث ارون كريسوايل لاعب ويست هام بثلاثه اهداف صنع ثلاثه اهداف، وجاك غريليش لاعب استون فيلا ايضا، وجيمس رودريغيز لاعب ايفرتون. في المركز الرابع روبرتسون لاعب ليفربول صنع هدفين، وبرونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وبن تشولويل لاعب تشيلسي، وفرد ادمز لاعب ساوثهامبتون، ودانيال بودنز لاعب ولفرهامبتون، وهيكتور بيليرين لاعب ارسنال، وسون هيونغ من لاعب توتنهام، ولوكاس ديني لاعب ايفرتون، وراشفورد لاعب مانشستر يونايتد، وبابلو فورنالز لاعب ويست هام يونايتد، وروبرتو فيرمينو لاعب ليفربول، وريتشاردسون لاعب ايفرتون، وتيموسي كاستاني لاعب ليستر سيتي، وويليان لاعب ارسنال، وماتيوس بريرا لاعب ويست بروميتش البن. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناه من الاخر الخلاصه، قدمنا لكم ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز وترتيب الهدافين ونتائج المباريات وترتيب صناعة الأهداف، ذلك بعد مباريات اليوم الأحد 18/10/2020 في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب، واعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولو قدرت تعمل شير للفيديو وتدعم القناة
اكون شاكر جدا لحضرتك، ونراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.